في الخليج، ويمكن دي اكبر حاجه، ودايما يقولوا عليك نجمه الخليج. أيوة. حتى في ميرك سدور خدت جايزه عن افضل مطربه خليجيه. عندك شعبيه طبعا من اهلك في المغرب وفي العراق وفي الكويت. في مصر احنا 90 مليون. ايوه عارفه. في الجزء كبير اللي متابع هو اللي عارف شذا. أيوة. لكن القاعده الشعبيه الكبيره لسه شذا ما وصلت لهاش. بس هقول لك حاجه يا لازم بوسي. تلغيها. استنيني. احنا واحنا السنه اللي فاتت قاعدين في لبنان في اللوبيا انا وانت وتامر حسني، قال لك هعمل لك اغنيه شعبيه. بعدين اختفى، مش راح فين تامر؟ فين الاغنيه دي؟ مصيرها ايه؟ لا ده مشغول مع الكيدز، مع الفويس كيدز تلاقيه. ولا وانا بحبه لتامر قوي طبعا يعني، هو كمان بيعزك جدا، وبحبه وبحب مراته قوي من المغرب. مراته مغربيه. أيوة. كانت معانا يومها برضه يومتها. فبحبهم قوي، وان شاء الله شوفي يا من تامر يا من اي حتى ملحن، شوفي مش المهم من مين. هلا بيهمني انه فنان كبير مثل تامر او مثل عمرو دياب او مثل كلهم الكبار انه يدعموني في مصر وبالاغنيه المصريه من خلال اي حاجه. بس انه ممكن الاغنيه اللي حقدمها او الفيلم، على فكره انا صار لي 4 ايام، ده حسكوب هقول لك اياه، صار لي 4 ايام في مصر جاني مسلسلين مصريين بطوله كمان. والله انت عملتي مسلسل في الخليج من سنتين. انا عملت مسلسلات خليجيه. بس حابه ادخل الدراما المصريه، بس انا متريسه، انت بتعرفيني مش عايزه اعمل كل حاجه ورا بعض. ولا ومش عايزه اعمل حاجه اندم عليها يعني. انا حابه ادخل الدراما المصريه لانه عربيه، انا عارفه يعني انه 90 مليون اللي بتحكي فيهم وكده. حابه بس بتريس شويه في موضوع القصه، في موضوع الوقت، لانه انا كمان بيحكمني حفلات، بيحكمني سفر، وعارفه انه التمثيل بياخد كل وقتك يعني. لازم تكوني مركزه بكل شغلك وكده. فهشوف الفتره الجايه، بلس انه بوعدك يا بوسي انه الفتره الجايه يعني من هنا مش عايزه ادي وقت، بس ان شاء الله اسمي في مصر هشتغل عليه قوي، يا من خلال الدراما، يا من خلال الاغاني، يا من خلال التمثيل. وعارفه كمان في شفت لقاءات بينك وبين السبكي في فيلم. أيوة. بيتجهز مع سبكي، والسبكي لو اشتغلتي معاه يعمل لك قاعده شعبيه جامده جدا. انت بس سيبي نفسك للسبكي هتلاقي نفسك كل الحواري والشوارع وكل الطبقه الشعبيه عارفه شذا حسون. شوفي وانا بحب السبكي على فكره قوي 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 يعني، انا لانه انا ما بعرفوش من دلوقتي، انا بعرفه من 3 سنين. كان اول مره حتى كنا بنتكلم من يومين، بيقول لي شذا انت بتتذكري احنا اتعرفنا امتى وازاي؟ قلت له قال لي لا احنا اتذكرنا يوم عيد ميلادك في بيروت، وانا جابني واحد صديقي كان هو صديقك وكان معزوم وعزمني معاه، فهناك تعرفت عليك. فبعدها شفته اكتر من مره في دبي، وشفته في لبنان، وشفته في مصر كمان، بس صار لي فتره ما شفتوش. فجيت المره دي شفته، يعني حرام يعني، انسان خير قوي، هو جدع، هم جدعان السبكيه، مش معقول ولاد بلد. لا أيوة. بس لازم تعملي بصي يا اغنيه شعبيه حلوه، هو اما فيلم مع السبكي. أيوة. الاثنين دول هيعملوا لك قاعده كبيره. يا هنعمل فيلم يا هنعمل اغنيه، بس اللي اكيد انه هو جاهز يدعمني بشكل كبير، لانه مثل ما قلتي القاعده الجماهيريه المصريه الشعبيه دي مهمه قوي بالنسبه لي. ايه الاغنيه الشعبيه اللي بتسمعيها وتحبي تغني حاجه شبهها؟ في اغنيه بتاع يا دنيا. يا دنيا بتاعت بوسي. يا دنيا. يا دنيا. ناس لطحني يا دنيا بينا وليلة غرب تلطشي، نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتشي، مظلومين كده عينينا وانت كاشفة علينا وشك، ده انت زودتيها خالص، صعب عليكي بقى اختشي. بوسي بحبها،
بحب أمينة كمان صوتها وحنركب الحنطور. بحب أصواتهم جميلة قوي يعني مع أنه بيغنوا شعبي. أنت صوتك يدي الطبقة الشعبية دي. أنا صوتي شوفي أنا بحب جدا الأغاني الشعبية وبحب الأغاني الكلاسيك كمان يعني الأغاني الرومانس وكده كمان بحبهم بس لأنه تربيت عليهم بوسي يعني أنا تربيت على الأغاني الحلوة. ما فيش أغنية قديمة مصري بتحبيها تحبي تعيديها يعني في كتير من المطربين غنوا أعادوا أغاني تانية قديمة وبيغنوها دلوقتي في ألبوماتهم محمد منير وكلهم جابوا أغاني قديمة وغنوها. عايزة تفكر أصالة لأنه في كله. أغاني كتير بحبها بس يعني عمري ما يعني على جارة كانت من الحاجات اللي عملت ضجة الأصالة وصبر رباعي لما عملناها أنا ونضال الأحمدية في حفلة ميس دادين أنا ونضال اللي اتفقنا وعملنا الأكشن ده كنت أنا بقدم الحفلة وكانت نضال هي اللي عاملة الحفلة كانت حفلة ميس دادين وعملت ضجة فيعني أغنية قديمة كده مش في بالك بتحبيها لازم أفكر يعني لأنه في أغاني أنا بحب يعني أحب كتير أغاني مصرية بس ما يعني عمري ما فكرت انه في اغنيه انه ممكن اجددها لانه لازمها تخطيط الموضوع ده لازم يعني انت كل حياتك تخطيط يعني بتحسبي الحساب لكل حاجه وتخططي وتفكري يعني الحوتي شغل مخه مش ماشي كده تلقائي يعني لا التلقائيه موجوده طبعا يعني في حياتي مرات في شغلي بس المواضيع دول بخاف منهم بوسي يعني عرفتي يعني وتاني شيء عشان تجددي اغنيه لازم تتاكدي انه الاغنيه دي ممكن تتجدد ولا لا تشوفي اذا في فاميلي وراها اذا فهمتي ما اقدرش لازم تكون من السرات يكون عندها اكتر من 60 سنه متغنيه الاغنيه فهمتي طب خلينا عفويين ومش هنتحاسب دلوقتي في كل الحاجات دي اغنيه تحبيها دلوقتي غنيها غنيها لي مصري وحيت عيني وفادها عينيا انا بحبك قد عينيا لا قد روحي ترارا لا لا شوية ترارا طب قد عمري ترارا برضو شوية يا عينيا حيرتني جننتني اجيب لك رشدي اباظه بقى انت عارفه ان شاديه هي دلوعه الشاشه المصريه وهي دايما بيلقبوها بالدلوعه فانت واضح انك متاثره بشاديه انا بحبها انا شوفي كل الجيل اللي قبلنا كله كنت بعشقه يعني شاديه بحبها قوي ليلى مراد فايزه احمد كلهم مش عايزه انسى حد بس كلهم أصوات جميلة وبحبها قوي بتحسي نفسك امتداد لمين من النجمات اللي موجودين القدام اللي اتكلمنا عنهم في كتير يعني في كتير بحبهم قوي في شادية بحبها في ليلى مراد أنا بتكلم الامتداد بالإحساس مش بالشكل يعني بحب جدا اسمها يا ربي هند رستم فاتن حمام طب انا شايفاكي جايه في الكليبات الاخيره واخده اتجاه هند رستم الجراءه دخلت والقصير وبعدين فاضلك الهوت شورت لسه ما طلعتيش بيه وايه يعني دخلتي السكه اللبناني لا 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 بس انا شوفي انا من صغري واحنا اللبس عندنا يعني انه شورت او كده احنا من صغري ما تنسيش انه انا اتولدت في المغرب واتولدت ودرست في فرنسا يعني لما بلبس حاجة بلبسها عشان أنا مبسوطة فيها عشان أنا بحب الموضة بحب سعاد حسني على فكرة قوي 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 دي ملكة الأزياء والجمال كل حاجة هي كل حاجة لبسته قبل دلوقتي صارت طالعة موضة بقى الفساتين الواسعة والحاجات بتاعتها الأبيض والأسود ده بموت فيها يعني نسمعك سعاد حسني واحنا لسه شايفين حسين فهمي يا واد يا تقيل قابلناه دلوقتي كان نازل اخر يصور على في مركب وتصورنا معاه هننزل الصوره ونسمعك سعاد حسني Oh, 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 oh
انت عاجبني يا 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 ابني بلاش تتعبي عشان عمرك ما هتغلبني يا 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 شواتي يا تيجي يا شواتي يا تيجي يا 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 ولا يعاني قلبي يقول ياني وده قلبه ولا يعاني عنده برد أعصاب اسم الهرب ولا يعرف يطلعني ولا جرح بريطاني ويبص ازاي كده كده ويمشي ازاي كده كده والضحكة ازاي كده ويقول انا هو انت الرمزي ستاني يا 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 وجهه الايد. احنا بجد وحسين فهمي هناك اهو في المركب دلوقتي هنقرب له علشان نقول له يا وجهه الايد ونقول له ان احنا غنينا لك الاغنيه يا حسين. ونرجع بقى لكليباتك قريبه من سعاد حسني والفيديو كليبات والاغاني بتاعتها بتاعت زمان، ان انت بتختاري نجوم معاكي في الفيديو وبيكونوا شبه فتى احلامك ولا بتختاري حلوين كده ونجوم سينما وبتاع، ايه السبب؟ لا مش ضروري، بس انه شوفي الصفات الجماليه الشكليه في الرجل يعني معروفه، يعني راجل طويل وجميل وشعري اسود وكده، انه كل النسوان بتحب. فانا لما اجيب موديل معايا او اجيب ممثل او اجيب ناجم معايا في الكليب ما بجيبوش عشاني، بجيبه عشان كل الناس اللي تشوف حاجه جميله، وبالاخص اذا ممثل بحب يعني لما يكون. يا اخر كليب مثلا جبت معايا بطل يعني ممثل معروف قوي في لبنان، وكان بيعمل برنامج كمان ديو المشاهير، وانا زعلانه منك لانك قعدتي تصوتي له وسبتي ادوار ابن بلدي وحبيبي عشان انت مصلحتك، عشان ده هيطلع معاكي في الفيديو كليب. لا ده طالع تقعدي تدي له صوتك وتسيبي ادوار ابن مصر. لا هقول لك حاجه، انا لما رحت على ديو المشاهير توني عيسى كان كل شوي كان بعد اول كان كنت ثالث حلقه او رابع حلقه انا، فما كانش معروف مين اللي هيربح مش مين اللي مش هيربح. فبس توني كان بيجيني على الاوضه اللي كنت بعمل فيها شعري وكده، فكان بيجيني بيعمل جو كده وبيضحك، وكان حبوب قوي جدا وكده، فلفت نظري انه بيمثل حلو، يعني حتى لما دمه خفيف قوي فلفتني. فانا بيني وبينك بقولها انا كنت حابه اجيب تيم حسن في الفيديو كليب، وتم التواصل معاه بس هو توقيته مش قادر تاني، مش عايز، هو كان عايز يصور الفتره دي فيديو كليب. فلما رحت ديو المشاهير والتقيت توني وشفت ازاي كده كان حبوبه كده، فبعدين لما جاوا كده فقعدت مع المخرج وقلت له
انه لفتني نظري توني عيسى وكده، وكلمناه وكان جدا متعاون وحبوب، فما كنتش عارفة انه حيفوز او ما حيفوز. بس طبعا لانه هو جا وصور معانا مع انه كان عنده البرنامج وكده، وطلبني عشان ادعمه واصوت له، فده اللي خلاني اصوت له يعني. وسبحان الله فاز يعني في البرنامج، يعني اخدته قبل ما يفوز. يعني ليه بتحبي يبقى معاكي ممثل ويبقى زي فتى احلام والحاجات دي؟ لما يكون الدور محتاج كده يعني. لما يكون الكليب محتاج حد لازم يعرف يمثل بحب يكون معايا. بس لما يكون الدور يعني، اخر كليب اللي طلع من يومين دول اسمه الحب الطاهر، ده جبت فيه موديل كان صور معايا كليب قبل، بس كمان حبوه قوي الناس، فرجعت جبته موديل. ما كانش محتاج يعني دراما في الموضوع، كان محتاج شاب حلو كده وكده انتراكشن بيني وبينه. بس لما الكليب اللي قبل كان عايز كده واحد شخصية وممثل وبيعرف يمثل، بيعمل لقطات وكده، عشان كده جبت توني. لا تقولي صابرك.